فالعلماء تحدثوا في موضوع الاستعانة بالمشرك، استعانة بالمشرك منهم من استعانة بالمشرك وين؟ لا خليني أكون دقيق، لا ممكن أستعين أنا بمشرك في الطب، ممكن أستعين بمشرك في الهندسة، ممكن أستعين بشيك مش قضية، هاي في كيفية الإدارة، الإدارة الأشياء اللي بتتعلم هيك والظاهرة. طيب طيب الاستعانة في أرض المعركة، طبعا أخطر شيء في أرض المعركة مش هيك، بطانة وخلصنا منها، الآن نيجي الآن الاستعانة به في أرض المعركة، نستعين فيه في أرض المعركة، هل هو هذا من مفهوم الموالاة اللي لا تجوز في الشريعة؟ أستعين الآن بالكافر في أرض المعركة أو غير المسلم يعني بشكل عام. العلماء اختلفوا على ضوء إيش؟ على ضوء فهمهم للأدلة، فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يستعين أحيانا يرفض الاستعانة، مثلا في غزوة من الغزوات مشرك لحق بالمسلمين مشان يكون معهم، تعرفوا مرات بيكون بده يدعم قومه مع المسلمين، او يعني يستفيد برضو من، او عصبية يعني بشك. فالرسول صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ إنا لا نستعين بمشرك. وفي عبارة ثانية فارجع فلن أستعين، إنا لا نستعين بمشرك، هذه العبارة الأولى وهي صحيحة وأيضا والحديث صحيح قلنا، فارجع قالوا ارجع فلن أستعين بمشرك، تمام؟ هذا الطريق يعني ما جاء الحديث وقال للمسلمين لا تستعينوا بمشرك، وإنما بظروف معينة قالوا ارجع نستعينش احنا بمشرك. طيب ماشي، شو دلالتها هاي على المنع الاستعانة؟ ولذلك الفقهاء خاضوا كثير في الموضوع، والعلماء اللي قبلوا الاستعانة طبعا خاضوا على ضوء ايش؟ بيجمعوا الادلة وكيف دلالة الالفاظ ومجموع الادلة، وقالوا يبدو انه المسألة، لاحظوا، يبدو انه المسألة متروكة للحاكم او القائد، يقدر المصلحة استعين فيه ولا ما استعينش في ارض المعركة، استعين فيه ولا ما استعينش، حسب ما انا مقدر الامور، بس بشرط. يعني هذول اللي قالوا مثل الشافعية اللي قالوا بالاستعانة بجواز الاستعانة، في شروط من ضمنها تحت قيادتي، اذا بدي استعين فيه تحت ايش؟ قيادتي. طب انا تحت قيادته، ما في مسلم اجازها، افهموها، انا تحت قيادة المشرك، ما في مسلم، ما في عالم اجازها. طيب المشرك تحت قيادتي، هذا اللي اختلفوا فيه، انتبهتوا في ايش اختلفوا؟ مش اختلفوا انا كمسلم اقاتل تحت قيادة كافر، هذه فيش اختلاف فيها، هذه لا تجوز، واذا ضد المؤمنين كفر مش معصية، اذا ضد المشركين معصية، واذا ضد المؤمنين كفر، ضد الإيمان يعني أكون تحت قيادته أنا، هذه بتصيرش، هذه ما يجوز بأي حال. طب هو تحت قيادتي، اختلفوا، يعني في علماء ما أجازوها حتى وهو تحت قيادتك، تمام، واللي أجازوها بشروط، إنه أولا تحت قيادتي، اثنين مثلا ما يكونش ممكن فيه القوة في داخل جيشي ممكن ينقض او يغلبني، مثلا اكون بعرفه وامن من تماما منه، لما يكون تحت قيادتي ما يكونش له شوكة في الجيش، في تفاصيل، تمام، بس يكون واضح، اذا يكون واضح انه يكون الكافر هو يقودني، ما يجوز اطلاقا، ولا حدا اجازها، تمام، يكون هو تحت قيادتي، إلها شروط، في منهم ما أجازهاش كمان، وفهموا الأدلة على ضوء، إذن الأدلة تمت مناقشتها، إنه كيف الرسول عبر وليش قال إنا لا نستعين بمشرك، مش هيك؟
في هذاك الوقت ولا ايش ولا كيف يعني. هذه مثلا ففي علماء قالوا هذا سياسة شرعية متروكة للحاكم، هو اللي يقدر اللي تحت قيادتي، قيادته هو. شوي الان شوي خليني بس، احنا قصدنا نضع قواعد وبعدين بصير الناس تطبق على الوقائع. شوفوا، في مع انه سبق ذكرنا بس لا بأس اليوم نرد نركز شوي عشان نستفيد من تجاربنا. احنا حكينا عن في الدرس الماضي عن تجاربنا مع المنافقين، مو اكثر الحكام الموجودين اليوم هم المنافقين اللي قال عنهم القرآن. طبعا احنا نعرفهم، نعرفهم هم المنافقين اللي قال عليهم القرآن، الغالبية العظمى من اللي على العروش هذول منافقين. لا ما هو مشان نترك هامش شوية بلاش نكون غلطانين في واحد. ها ماشي، منافقين نعرفهم، منافقين اعداء الله ورسوله بنعرفهم، منافقين وهم اللي بيتخذوا. ليش انا بديت فيها؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة. وهم دائما ليش بيتخذوها أصلا الكفار أولياء؟ مشان يدعموهم، يبتغون عندهم العزة، منافقين. طيب